دكتور حاتم علي من موجود معنا اليوم، رئيس مجلس أمناء الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، أهلا وسهلا فيك. شكرا. ولوجودك معنا شكر كبير بإطلاق كرسي محمود درويش تكريم لمحمود درويش. معنا سمر كموج، الفنانة سمر كموج، أهلا وسهلا فيك. كنا عم نحكي شوي قبل الهواء ومش أول مرة بتغني لمحمود درويش، والهيئة له عندك مكانة خاصة. صحيح صحيح، هي تاني مرة، أول مرة عملت بمهرجان جراش مع الفنان بشار زركان، وهالمرة أول مرة بغني لمارسيل خليفي، الفنان مارسيل خليفي. نعم. نبدأ بالإيفنت اللي وهالتكريم يلي تكريم كتير مهم، وليش اختيار هالوقت بالذات ولا الأستاذ الكبير محمود درويش بالذات؟ شكرا للاستضافة بداية. طبعا اللحظة الزمنية هي تعبير عن مجموع مكونات أدت لهذا الإطلاق لكرسي محمود درويش. المعروف أنه كلنا عم نعيش بيومياتنا الهم والقلق نتيجة التطورات ونتيجة الصراع الحاد. لهالسنة بيكون عندنا الذكرى العاشرة لرحيل محمود درويش. محمود درويش تم اختياره زمنيا أيضا وبالمصادفة مع احتفالنا كرمز للثقافة العربية من قبل اللجنة الثقافية العربية. هناك أمر آخر يعنينا كالجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، نحن اليوم نحتفل بالذكرى 18 لتأسيس الجامعة. فالجامعة هي هوية، وبالنسبة لنا هويتنا هي هوية الانتصار. محمود درويش بذكرى رحيله العاشرة له حق علينا، أولا بتكريمه من بيروت لإطلاق صرخة من بيروت إلى رام الله تحية لنضال الشعب الفلسطيني، ومن ثم مع محمود درويش إكمالا لمشروع ثقافي كان يحلم به محمود درويش، علما أنه بين هلالين لا نهضة لأمة إذا ما كان في عندها مشروع الثقافي. ومحمود كان يطمح لهذا المشروع، ونأمل من خلال هذه المبادرة أن تتلاقى كل الإرادات، أن تتحاور أولا وأن تتواصل ومن ثم أن تصل إلى نتاج. هذا النتاج يضاف إلى إبداع محمود درويش إلى هذا الكنز الثقافي، ويوضع في تصرف الأجيال بدءا من هذه الجامعة. لماذا كرسي محمود درويش سميته؟ الكرسي رمزية ثقافية أكاديمية، ممكن التفكير بعدة محاور أبرزها إذا بهذه العجالة بنصنفها. أولا هو التزام من الجامعة بأن تضيف إلى مناهجها الجامعية ما يعبر عن رحلة محمود درويش، وهذا يعكس بطبيعة الحال عصر أدبي شعري. يعني نتناول محمود درويش ليس فقط بإطار قصيدة محمود درويش، بل كمرحلة تاريخية لدراسة الأدب والشعر في هذه المرحلة. هذا على صعيد برامج الجامعة، ومن ثم على صعيد العلاقة بين الجامعة والمجتمع لتكريم الإبداع، ومن ثم الاهتداء إلى من هم المبدعين اللي راح نبرز دورهم من خلال تناولهم محمود درويش. وهون طبعا عم نحكي عن كافة الفنون بدءا من الشعر إلى النثر إلى الرسم، كل هذه الأمور ستكون موضع تكريم، هناك رزنامة سنوية سيتم العمل عليها. الأمر الآخر، هناك تعزيز للتواصل، وهذا أمر كتير مهم. هناك سابقات بأوروبا، يعني مثلا جامعة بروكسل سبقت الجامعات العربية لإقامة مثل هذه الكرسي، فبالتالي نطمح عبر هذه المبادرة إلى التواصل عالميا وعربيا، عربيا مع مؤسسة محمود درويش وكل المبادرات العربية الكريمة، وعالميا عبر خلق هذا التفاعل. فبالتالي هذه الكرسي برمزيتها تهدف إلى هذا النوع على المستوى الزمني. الفنانة سمر كموج، رح نستعرض نحن وياك دكتور طبعا البرنامج، ولكن نعرف أنه بختام البرنامج نعم. ختام ومسك مع الفنانة سمر كموج اللي رح يكون لك لكينا مجموعة أغاني. صحيح، رح أغني طبعا للفنان مارسيل خليفي وللفنان إلي شويري، وأيضا بما أنه أنا صنباطية الهوى ما بقدر ما أطلع من الصنباطي، رح أختم بغنية للقدس، لأنه طبعا محمود درويش كان يعشق القدس وكان يقدسها، وبالنسبة له هي المدينة يعني حبيبة قلبه، فلذلك حبيت هيك خص هالبرنامج كله بهالغنية اللي اسمها يا قدسي حبيبة السماء للفنان الموسيقار رياض الصنباطي.
واليوم شو رح نسمع نحن؟ اخترت لكم شيء للمرسل للفنان مرسل خليفة يلي بوجه له تحية. أكيد قصيدة محمود درويش اسمها تكبر أو أحبك أكثر، غنتها الفنانة أميمة الخليل. تفضلي. تكبر تكبر فمهما يكن من جافك ستبقى بعيني ولحمي ملاك. نسيمك عنبر وأرضك سكر وإني أحبك أكثر. يداك خمائل ولكنني لا أغني ككل البلابل، فإن السلاسل تعلمني أن أقاتل 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 لأني أحبك أكثر. نسيمك عنبر وأرضك سكر وإني أحبك أكثر. وإني طفل هواك على حضنك الحلو أنمو وأكبر. وإني طفل هواك على حضنك الحلو أنمو وأكبر. وإني أحبك أكثر. برافو. يعني رح تكون سهرة ممتعة طبعا ومميزة، احتفال ممتع ومميز مع سمر كموش. بس خلينا نشوف البرنامج شو رح يتضمن. طبعا البرنامج يعكس ما تفضلت فيه سمر. عندنا برنامج على المستوى الرعاية بالبداية، شكر لرعاية معالي وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري، وعندنا أيضا مشاركة سفير دولة فلسطين الدكتور أشرف دبور، بالإضافة للدكتور زياد أبو عمرو اللي هو رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمود درويش، وكلمة اللجنة راح يلقيها للسيد الدكتور وجيه فانوس أمين عام اتحاد الكتاب اللبنانيين، بالإضافة إلى مشاركة من الشاعر شوق بزيع المعروف طبعا بإنتاجه الثقافي العارم، وكلمة معالي الوزير، وهناك مشاركة للفنان برنار رنو بلوحة مباشرة مثل ما عودنا، بالإضافة لمشاركة الفنون الشعبية الفلسطينية عبر فرقة تقدم نشاط، وختامة مسك مع سمر كموج ستغني في هذه المناسبة المميزة مع إشراف موسيقي للمايسترو الأستاذ عدنان. الأستاذ عدنان طبعا الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عدنان. بس بدي اغتنم الفرصة لتحية اللجنة، لأنه كمان بهمني بكرة كلنا مدعوين لحتى نحتفل بالساعة 7 بقصر اليونسكو اللي له رمزية خاصة بالنسبة لمحمود درويش، كلنا مدعوين لهذا اللقاء، وراح نكمل المشوار مع لجنة كريمة فيها الفنان مارسيل خليفي، الشاعر شوقي بزيع، الأستاذ ماهر مشيعل، الأستاذ الدكتور أنطوان سيف، الدكتورة كلوديا أبي نادر، الدكتور وجيه فانوس، والدكتور منذر جابر، والأستاذ ماهر الشريف، والدكتور علي شعيب. هذه اللجنة أخذت على عاتقها أن تلاقي مبادرة الجامعة لكي تضخ مزيد من العطاء والإنتاج في هذه التجربة. فالكل مدعوين مثل ما حكينا أولا لنحتفل بمحمود درويش، ومن ثم لنكمل مشروع محمود درويش. هوني بدي بين الليلين أقول أنه نحن عم ندعي لحوار، نحن يعني على طريقة محمود درويش وعلى نهج محمود درويش، لا تأليه لكل هذا النتاج، إنما هناك إحياء لهذا النتاج، لنكمل بساحة حوار. هذا الحوار مطلوب لكي نضع هذه الكنوز المعرفية أمام الشباب لكي نسلط الضوء على حقيقة وضعنا. برجع بقول لا نهوض لهذه الأمة
في وسط كل هذا التراكم من الإرهاب ومن الهمجية ومن العدوان إلا بمشروع ثقافي مثل ما عبر شاعرنا الكبير محمود درويش. وطبعا الفكر والكلمة لما بيوصل عبر الغنية والصوت شغلة كتير مهمة وترسخ بعقول الناس بطريقة حلوة وسلسة ورائعة. هيدي يعني أنا بحب ألفت نظر على شغلة إنه كل كان شاعر مرتبط بملحن، يعني وقت تقولي صنباطي تقولي أحمد رامي، وقت تقولي نزار قباني طبعا لحن له الصنباطي ولحن له عبد الوهاب، ولكن ارتبط أكثر بالفنان كاظم الساهر. وقت تقولي محمود درويش بتقولي الفنان مرسل خليفة وكمان الفنان بشار زرقان، لأنه أكثر اثنين هندية اللي أخذوا القصائد تبع الشاعر الكبير. فلذلك يعني التنويع كانوا بيفهموا على بعضهم بالنون ما يلتقوا يعني. القول حتى نكون أمناء أيضا للموضوع، محمود درويش يتميز بأنه هو كورال بحد ذاته، ولكن طبعا فناننا الكبير مرسيل خليفة وغيره إيه قصائده هي مغنيت لحالها إيه. وصلوا عتى مدى أكبر، ولكن محمود يختلف بأنه هذا الإيقاع اللي هو كانوا يملكوا يعني خاصة بالحفل الأخير بدمشق. بس تعرف دكتور حاتم يعني أنا بعتبر أنه الشاعر كتير مهم أنه يجي ملحن يلحن له، لأنه أكتر بيوصل للقلوب الناس ولا الشعب ولا الأذان، فهالشي كتير مهم. يعني في كتير شعراء ما ظهروا أو ما بيّنوا أو ما انعطالهم قيمتهم أو حقهم إلا إذا تم تلحين، يعني ما وصلوا للناس يعني يقدر يعني يوصلوا للشعب بلكي يلي صحيح. مش صحيح. يعني احمد شوقي مثلا عبد الوهاب عرفت يعني احمد شوقي الا اللي الناس اللي كثير متخصصين بالادب الشعري بيعرفون، والصوت بس اللي بيحمل كمان الصوت واللي بيحس الكلمه واللحن اكيد كمان. هي عمليه متكامله مع بعضها، موضوع مسافي وزمن. محمود درويش يملك هذا الايقاع، ولكن مثل ما تفضلت الناس تردد الاغنيه، يمكن في ناس ما بتعرف لمين الكلمات، بتساعدنا نحفظها بدون ما نعرف الكلمات فيها. انما هذا نعم فيديو بعرفنا أكثر على هذا. شكرا. كان منا سطر من نشيد الأبدين، ولكني أقول وكل ما في الأمر أني لا أصدق غير حدسي، لم أزل حيا، لا قطار هناك، لا أحد سينتظر القطار، بلادنا قلب الخريطة، قلبها المثقوب مثل القرش في سوق الحديد، وآخر الركاب من إحدى جهات الشام حتى مصر لم يرجع ليدفع أجرة القناص عن عمل إضافي، لم يرجع ولم يحمل شهادة موته وحياته معه لكي يتبين الفقهاء في علم القيامة أين موقعه من الفردوس. كم كنا ملائكة وحمقى حين صدقنا الخيول، أني لا أصدق غير حد، لا أرى مكاني كله. دكتور عليمي، قد ايه الطلاب والشباب اللبناني بيعرف محمود درويش، او قد ايه هل حدث بحد ذاته رح يقدر يوصل محمود درويش للشباب؟ يعني المسؤوليه والامانه بتقضي كان اطلاق هذه المبادره اللي عم تفضل فيه. طبعا احنا انا تفاجات بكثير من الحالات، ناس ما بتعرف محمود درويش، ما بتعرف انه محمود درويش رحل، ما بتعرف جزء الاساسي من حياه محمود درويش. يمكن بتعرفي نحن في عندنا مشكله، العلم ينفصل عن الثقافه، وهذه مصيبه كبيره، لانه اذا العلم بلا ثقافه نحن ما عندنا مجتمع مثقف، عندنا مجتمع يعني استهلاكي، وبالتالي غايب الثقافه. على امل كلنا يعني نكون متعاونين نغير بهذا النهج، وبالتالي نوصل هذه الفكره، وانتم دوركم اليوم كمان معنا بهذا الاطار، نحن وانتم شركاء مع كل المجتمع، مشان هيك قلنا نحن هذه بداية، هذه نواة لعمل نضمن ونأمل ونكفل أنه سيستمر. قد ايه المدى تبعه يتوقف على تعاون كل الخيرين وكل الثوار في هذا المدى اللي نحن عايشين فيه. أنا بشكركم وأهلا وسهلا فيكم دكتور حاتم علامي، الفنانة سمر كموج اللي بتصور رح تتكرم علينا كمان بمقطع من أغنية، والموعد فإذا رح يكون بكرة
امتى الموعد دكتور؟ بكره الساعه 7 مساء بقصر اليونسكو. كل مدعوين دعوه عامه، وعسى ان تتسع المقاعد يعني لهذا الحدث لحتى نحن كلنا نطلق صرخه تحيه لمحمود درويش، لفلسطين، لكل المقاومين بالعالم ولكل المعذبين في هذه الارض، خاصه بهذه المساحه اللي عايشين عليها. شكرا كمان لك فنانة سمر كموج. رح اقول مقطع صغير من بين ريتا وعيوني بندقيه. اسمه ريتا كان عيدا في فمي، اسمه ريتا كان عرسا في دمي، وأنا أضعت بريتا سنتين وهي نامت فوق زندي سنتين، وتعاهدنا على أجمل كأس واحترقنا بنبيذ الشفتين وولدنا مرتين. والمتابعة بالحفل اللي بتجي. أهلا وسهلا فيك.